بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد على قناه فومكس. فيديو النهارده جايب لك فيه طريقه عمل روت لجميع هواتف سامسونج الحديثه والقديمه. تقدر تعمل روت لتليفونك السامسونج ايا كان نوعه. ان شاء الله متوفر معانا الطريقه دي من خلال الشرح بتاعنا النهارده ان شاء الله. وفي خلال الشرح ده مش هسيب لك اي تفصيله غير لما اقدمها لك عشان تطلع مستفيد من الفيديو ده بقدر المستطاع. تابع معايا الفيديو، ولكن عايزين نتفق على كام نقطه. يعني احنا هنعمل الروت من خلال فريق AFT، طبعا الطريقه مجانيه وكل حاجه مجانيه ان شاء الله، ولكن طبيعي انت عشان تعمل روت لازم تفتح البوت لودر للتليفون، وعشان تفتح البوت لودر للتليفون معروفه ان الهاتف هيتفرمط منك، فانت لو عندك اي ملفات مهمه او صور لازم تنقلها مبدئيا كده قبل ما تبدا. كل حاجه عرفها لك والروابط كلها اسفل الفيديو ان شاء الله، هسيبها لك في الوصف وتابع معايا الفيديو الى النهايه. مبدئيا كده هتفتح التليفون وتروح على الاعدادات سيتنجز، هتنزل لتحت تروح على اباوت فون، تروح على سوفت وير انفورميشن، وبعدين على البيلد نمبر تضغط حوالي 7-8 مرات عشان تبقى مطور. هترجع تاني هتلاقي في خيار ديفلوبر اوبشنز او خيارات المطورين اتفعل، هتيجي هنا وتفعل الاو اي ام انلوكينج او الغاء قفل الشركه المصنعه بالعربي. بعد كده هترجع وتقفل التليفون بتاعك. احنا دلوقتي داخلين في مرحلة فتح البوت لودر عشان نقدر نعمل الروت للتليفون. هتعمل له باور اوف، تنتظر لحد ما التليفون يفصل معاك. هتيجي بقى دلوقتي تضغط على زر رفع الصوت وخفض الصوت مع بعض من غير ما تضغط على الباور، رفع وخفض الصوت مع بعض. وبعدين هتشبك الكابل بتاع اليو اس بي في التليفون، هيفتح معاك بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وانت ضغط مستمر فتره لحد ما يظهر معاك الصفحه دي. بعد كده تضغط على رفع الصوت ضغطه مطوله قيمه كام ثانيه لحد ما الكلام اللي قدامك ده يتغير. زي ما احنا شايفين كده الكلام اتغير، تشيل ايدك على طول. في الحاله دي لو بصينا تحت هيقول لك ان انت عشان تفتح البوت لودر اضغط رفع الصوت مره واحده بس، يعني ضغطه واحده مش مطوله. هنضغط ضغطه واحده دلوقتي، زي ما نشوف التليفون هيقفل معانا دلوقتي زي ما احنا شايفين، ويعمل اعاده تشغيل. طبعا زي ما قلت لك عمليه فتح البوت لودر للسامسونج او لاي تليفون بتمسح كل البيانات اللي عليه، فانت لازم تبقى واخد حذر. دي الاعدادات العاديه كلنا عارفينها، عشان ما نطولش في الفيديو هنقدم بس وكل عارف الكلام ده. بعد ما التليفون يفتح معاك هنخش على السيتنجز تاني، عن نشبك الشبكه، طبعا هيكون خرج من الشبكه بتاعتنا، نحط الباسورد بتاع الواي فاي. وبعد كده نرجع نخش على بيلد نمبر او اباوت فون، ونروح على بيلد نمبر نضغط عليها، وبعدين نرجع على الديفلوبر اوبشنز ونفعل اللي هو يو اس بي ديباج او تصحيح اخطاء يو اس بي. هنا هنروح على السوفت وير اشوف كده عشان اكد لك ان انا ما عنديش روت على التليفون. اعمل تشيكنج فور ابديت على السوفت وير، بحث على تحديثات للتليفون. طبعا لو عليه روت هيديني خطا، زي ما احنا شايفين ظهر معايا ان في تحديث، يعني كده التليفون معلهوش روت. ماشي، هروح دلوقتي على الموقع، على افتح المتصفح واكتب EFTSU. الفريق الاي اف تي هو اللي عامل الموقع ده. هيظهر معايا اول حاجه زي ما احنا شايفين، اضغط عليها افتحها، لان من خلال الموقع ده هنحمل منه الروت والاداه اللي هنعمل بها الروت. هنروح على تاني خيار اللي هو داونلود روت فايلز فلاش تول، لان هي دي الاداه حصرا هي اللي تقدر تنصب بيها الروت على التليفون. هتبتدي في التنزيل معانا زي ما احنا شايفين، ننتظر ثواني لحد ما تخلص. هقول له في عرض في المجلد، واخد الملف ده احطه على سطح المكتب عشان نبقى عارفين الحاجه بتاعتنا محطوطه فين. ارجع تاني على الموقع، اجي هنا في خانة البحث اللي على اليمين فوق، واحط البيلد نمبر او البيس باند بتاع التليفون بتاعي. طبعا ده انا هجيب البيس باند بتاعي منين هوريك دلوقتي هتعمل ايه عشان تجيبه.
من خلال التليفون بتاعك هتروح على الاتصال وتضغط نجمة شباك 1 2 3 4 شباك، هيظهر معاك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هتروح على اول خيار اللي هو الاي بي، هتلاقي هو ده البيس باند اللي احنا محتاجينه. هتنقل الكلام ده بالظبط وتحطه في الموقع. هوريك برضو تقدر تجيبه من جوه من خلال السيتنجز، وتروح على حول الهاتف وتفتح سوفت وير انفورميشن، هتلاقي عندك الخيارات ديت ظاهره معاك. ادي البيس باند فيرجن، وادي الاندرويد. لازم تعرف برضو هو الفيرجن بتاع الاندرويد كام عندك والبيس باند. اي اختلاف هنا في الحاجات دي هيدمر لك تليفونك، لازم تاخد بالك من النقطه دي كويس جدا. هتكتب الكلام اللي احنا شايفينه قدامنا ده، البيس باند بتاعك تنقله بالظبط زي ما انا نقلته على الموقع عشان يجيب لك الملف الخاص بتليفونك زي ما هو بالظبط. لازم تتاكد ان مفيش اختلاف. هيظهر معاك هنا بعد ما تبحث عنه، هتروح تتاكد من الفيرجن اللي هو 10 زي ما احنا شايفين، والفيرموير هو نفس الفيرموير بتاعنا او البيس باند بتاعنا. هتتوجه الان لخيار الداونلود، هتضغط عليه، هيبتدي فيه نزول ملف الروت وحجمه مش كبير حوالي 35 ميجا. انتظر ثواني لحد ما يخلص. بعد كده هنقول له عرض في المجلب، برضو ناخده على سطح المكتب عشان يبقى شغلنا معروف. يبقى احنا كده حملنا ملف الروت والأداة اللي احنا هنعمل بقى الروت حصرا للتليفون بتاعنا. هفتح الأداة زي ما احنا شايفين كده. معلش بعتذر على جودة الصورة في النقطة دي لان حصل مشكلة في المونتاج. وبعد كده هختار من هنا الملف اللي انا لسه محمله، وبعد كده اضغط فلاش. طبعا هكون موصل التليفون بتاعي في وضع الداونلود مود، وطبعا كلنا عارفين نخش على وضع الداونلود مود ازاي، برفع الصوت والباور واشبك الكابل بتاع اليو اس بي، رفع خفض الصوت عفوا والباور واشبك الكابل. ننتظر ثواني لحد ما الروت يفلش معانا. مسافه ثواني بيخلص هيفتح التليفون معاك ويعمل اعاده تشغيل. طبعا ممكن تقابلك مشكله دلوقتي ان التليفون هيقف معاك على الشعار زي ما احنا شايفين، هيقعد يعيد نفسه كده ويقف على الشعار. انا تعمدت اسيب المشكله عشان خاطر لما تقابلك تعرف تحلها ازاي. كل اللي عليك دلوقتي عشان تحل مشكله الوقوف على الشعار، هتضغط على زر الباور وخفض الصوت عشان يعمل معاك اعاده تشغيل، وفي نفس الوقت بعد ما يعمل اعاده تشغيل روح ضغط على الباور ورفع الصوت عشان يخش على وضع الريكفري. بعد ما يخش على وضع الريكفري هتروح تعمل له ويب داتا فيكتوري ريسيت عشان نعمل له فورمات. هتنزل برفع وخفض الصوت للتحكم والباور للتأكيد، هتقول له ويب داتا فيكتوري ريسيت، وبعد كده هيقول لك يس او نو. هتنزل على يس وتقول له يس بالباور، هيبدأ يعمل معاك اعادة تشغيل، ولكن هنا هيقول لك ريبوت سيستم ناو، هتضغط عليها وبعد كده هيعمل اعادة تشغيل معاك. في الحالة دي التليفون هيفتح معاك بدون اي مشاكل خالص. ده لو قابلتك المشكلة دي. على فكرة هي مش بتقابل جميع التليفونات، يعني نادرة لما بتحصل يعني، بس لو حصلت معاك يبقى انت عرفت الحل هتعمل ايه. طبعا هيفتح معاك لان فرمطنا الاعدادات العادية برضو، دي تاني مرة فورمات، ما هو يعني للأسف في الحتة دي يعني. كده هنشبك الشبكة بتاعتنا برضو تاني، ونروح على سوفت وير ابديت عشان نشوف هل هيقبل السوق ان هو ينزل لنا سوفت او تحديثات زي ما كان عامل في المره الاولى. لو قال لنا خطا يبقى كده الروت تواجد معانا. زي ما احنا شايفين قال لي فايل تو ابلود الابديت. التطبيق ده سيبهولك، طبعا هو موجود في الموقع برضو تقدر تحمله، وبرضو اسيب لك الرابط بتاعه في الفيديو تحمله من على متجر جوجل بلاي خاص بالفريق الاي اف تي عشان يوريك اذا كان موجود روت ولا لا، لانه حصرا للروت ده. انتظر ثواني لحد ما يخلص تثبيت. زي ما قلت لك هسيب لك الرابط بتاعه اسفل الفيديو ان شاء الله. ادي تضغط على اوبن، هيظهر معاك بالشكل ده وهيقول لك روت ستاتيوس اللي هو روتيت، يعني تم عمل روت للتليفون. طب انت لو فتحت الصوره دي كده او الوضع ده كده وقال لك مفيش روت هتعمل ايه؟ يعني في حاله ان ظهر معاك في الحته دي قال لك مفيش روت بعد ما عملت الخطوات اللي احنا اتكلمنا عنها، هقول لك برضو الحل دلوقتي ان شاء الله تعمل ايه عشان خاطر تحل المشكله دي. هتجيب فلاشه خاصه بالتليفون بتاعك، نفس الاصدار اللي على التليفون، نفس الحمايه ونفس اصدار الاندرويد، وبعدين تفتح برنامج الاودن او اي بوكس عندك يدعم التفليش. خلينا في الاداه المجانيه مثلا الاودن،
برضو هسيب لك الرابط بتاعتها اسفل الفيديو. هتروح على خيار السي اس سي، تضغط عليه وتختار مكان الفلاش. طبعا انا عندي المشكله مش موجوده والروت نزل تمام، ولكن انا بوريك على اي فلاشه موجوده عندي. هتفتح الفلاشه المكونه من 5 ملفات، هتروح على خيار اللي هو الهوم سي اس سي، هتضغط عليه وتقول له اوبن. زي ما احنا شايفين نزل معانا على الاداه. بعد كده هتقول له ستارت. بعد ما تعمل ستارت الملف هينزل على التليفون ويعمل اعاده تشغيل ويفتح معاك التليفون نظامي بدون اي مشاكل. هتيجي تفحص بنفس الاداه هتلاقي الروت موجود معاك باذن الله. ده كده كان شرح النهارده. لو قابلك اي مشكله سيب تعليقك اسفل الفيديو وارد عليك ان شاء الله. كان معاكم مجدي منظور، قناه فون ميكس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.